كن قويا، كن قويا، فالحياة لا تعترف بالضعفاء، والحياة تسحق الجبناء. كن قويا واعلم أنك في طريقك نحو تحقيق الهدف، أن هناك الكثير من خلفك ينتظرون سقوطك، عثرتك، استسلامك وضعفك ويستغيثون عليك. كن قويا، كن قويا، فالحياة لا تحب الضعفاء، ولا مكان بيننا في هذه الحياة للضعفاء. كن قويا، ومعنى القوة أن تكون صبورا، شجاعا، صنديدا، عازما على تحقيق أهدافك. كل صعب على الشباب يهون، هكذا همة الرجال تكون. وعلم عزيزي المحزون أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوات واحدة. نواصل على فاصل. I would pop out fast at the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard. I'm hiding every card. متتبعي قناة منوعة مغربي في إسطنبول، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نهضروا فيه على بزاف ديال الحوايج. هاد الحوايج مهمين ومهمين بزاف الخوت. ف كما كتعرفوا هاد الطريق ديال، كاين الطريق ديال بلغاريا، كاين الطريق ديال اليونان. اي واحد كيفكر انه يحقق الحلم ديالو فهو كيختار وحده من هاد الطرق هادو، وكيبقى غادي 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 حتى كيوصل. ف واش الطريق سهله؟ الطريق صعيبه، الطريق صعيبه بزاف، الطريق صعيبه بزاف. ولكن الا سولتي هذوك اللي وصلوا، يعني الاغلبيه ديال هذوك اللي وصلوا على هاد الطريق هذه، فالانطباع ديالو غيقول لك انا ما عمرك كنت مصدق ولا كنت في بالي انني غادي نضرب هاد الطريق بالرجل وغادي نوصل. وواحد الحاجه اخرى خصكم تعرفوها، اللي جا على رجلو ضرب هاد الطريق حتى وصل لاوروبا، ماشي بحال داك اللي جا في الطياره ولا جا بالباطو ولا جا بالفلوكه. حتى تقول لي داك اللي جا بالفلوكه حتى هو راه غامر، عنده هذاك اللي جا بالفلوكه ضرب 4 سوايع ولا 6 سوايع 8 سوايع كاع نهار وصل اسبانيا، فهمتيني؟ خسر لهم الموطور في الطريق ديال بانا والجرا كذا، هذا في الفلوكه مشاو وصلوا نهار اسبانيا. كاين صحاب لي سكار، كاين صحاب الفيزاز، كاين صحاب الكونترا، كاين اللي حرقوا خالو في الطوموبيل، كاين اللي ضرب في باطو، كاين اللي كذا. كاين بزاف الطرق السهله باش مشاو الناس دونك. ولكن هاد الفئات كلهم في اتجاه، والناس اللي جاوا على رجليهم بوحدهم في اتجاه اخر، او الا بغينا نقولوا في واحد النيفو اخر. غادي تقول لي علاش اخي المحزوق ياك كلهم كاينين في اوروبا، كلهم خدامين، كلهم بخير، كلهم سنك سنك. كنقول لك ماشي بحال بحال، ماشي بحال بحال. اللي ضرب هاد الطريق برجلو، خاصكم تعرفوا بان الطريق هذه الانسان كيخطط للرحله ديالو من المغرب. اولا واحد الشهر ولا شهرين كيتبعها غير في يوتيوب، كيبغي حماق، كيبغي يتسطع، وهز ورقه وستيلو، الميزانيه تسلف من عند هذا، دبر عند هذا، قد هذه، كيقاد الامور ديالو كامله، تقدا ساكادو، تقدا باور بانك، تقدا تليفون مليح، تقدا كذا. كيطلع به الطياره، كيوصل لاسطنبول، كيعيش بزاف ديال الحوايج، كيتنصب عليه في طاكسي، كيتنصب عليه في سكن شبابي، كيتنصب عليه في 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 شي حرقه، بزاف ديال المشاكل كيطراو ليه هنايا. يقدر يخالف، يقدر يشدوه يديوه للكامبير طو كدا. كيعيش بزاف ديال المشاكل هنا في تركيا، كيقدر يتحزر، مكيبقاش عنده العلاقه مالين الضرر عندهم ما يصيفطولو، كيضطر انه يخدم في الورشات ديال تركيا. وخاصكم تعرفوا الاخوان بان الخدمه في الورشات ديال تركيا راه 1000 مغرب ومغرب ولا تخدم في الورشات ديال تركيا. علاش؟ حنا في المغرب عندنا كاع الناس كيخدموا في الكابلاج، كاع هي مقودين محنسر، عندنا معروفه الكابلاج في المغرب، مطلوبين الموظفين ديال الكابلاج في المغرب. الكابلاج كتخدم 8 سوايع، وجو بونس عندك السبت والحد ولا عندك الحد روبو. هنا كاين فرق، كتخدم 12 ساعه والخدمه اكثر من الثمن ديال الكابلاج، ديما واقف ومبقى عليك ما كاين غير تشابوك هايدي، تشابوك هايدي، هادي كيمرضوك التواركه، ما تريحش، اما تريحش الارض. ديك 12 ساعه عندك فيها روبوت الفطور، روبوت كاسكورت، روبوت كذا، كيدوزوا عليك الدكاكه ديال بصح. فهاد المحزوق هذا كيضطر انه يعيش هاد الخدمه هذه، خدمه كيديرها هنا، كيخدموا باش يجمعوا فلوس الرحله ويضربوا، وكيخدم مسكين وكيتكرفص وكيتجروق منا ومن الهي وكذا، مولي كري يجري عليه وكذا، ودي باني جرى منا وكذا، ويخدم ويتخلص وعاود يدير ساكادو ويمشي ويطيح ويعاود يرجع. كيشدوه في اليونان ولا في بلغاريا، كيقتلوا عصا وكيحيدوا له التليفون وكيحيدوا له رزقه كامل، وكيرجع ازيرو بسنطاره ديال الميكيل لا والو، كيتمرجع عاوتاني ورجع للسكن ويدي باري منا ويدي باري من اللي غدا تلقاه في الورشه وباقي معطوب.
غدا تلقى خدام عاوتاني كيضرب سيمانة جوج سيمانات كيتخلص كيجمع فلوس الساكادو كيشري الماكلة كيشري كدا كيقصد الطريق. كاين اللي كيدوز 6 7 محاولات غير في اليونان كيدوز قوة ما هو مصر وعنده ذاك الإصرار وعنده ديك الرغبة وعنده ديك الطاقة وعنده وما باغيش يفشل. فرانا مان ما كاينش، مارشا ريال ما كاينش، مقطع الفرانا مان تنصب عليه تقولب تحشاتلو تكرفس كاين داكشي دردكو عليه ضرب التمارة فهمتي ما خلى ماذا انا في تركيا. ولكن مشى داز كيدوز البانيا ايطاب ايطاب درجة بدرجة وصل البانيا تحنسر شي شويه في البانيا ضرب المونتينيغرو مونتينيغرو ما لقاش المشكل ضرب البوسنه البوسنه تبوربا فيها لقى ترك كرواتيا مزيره قلب على جهه صربيا مشى عند التطواني ضرب الكرياج المره الاولى ما صدقاتلوش الثانيه داز الثالثه كذا طق تحنسر ضرب الكامباس ضرب ما خلى ما داز. الغابات شاف فيهم الويلات شاف الجوع شاف العطش شاف البرد شاف الصهد الجرح تخبش الشوك رجليه تنبلو دفارو كبرو غوفل كشكش بشبش مشمش نشنش تهشش تخرشش ما بقى فيه ما يدار فهمتي. هذا المحزوق هذا ما خلى ما دار ما خلى ما دوز تعرضوا له عصابات في الطريق وكريساوه لقى ويدان لقى بزاف اضطر باش يشرب الماء ديال الواد الحار. دوز شي حوايج لعفول دوز شي حوايج لعفول بات بالجوع تلف تخربق في دماغه جراو عليه البوليس شويه ما كانوا غير يشدو عاود فهمتيني يعني بزاف ديال المشاكل في الطريق. كتلقى كاين اللي مدوز 5 شهور في الطريق 6 شهور في الطريق حتى لطاليان 7 شهور كاين اللي مدوز غير شهر ونص كاين اللي مدوز غير شهر كله وتيسير الله على شي سرات له الامور. كاين اللي طاح بزاف المرات ولكن ما باغيش يرجع ما عندوش فرانا ما عندوش شي حاجه ما كيشوفش من موراه كيشوفها قدامه صافي مارشاريان مقطع تيقول كي القدام هي القدام ما كاينش شي حاجه اخرى غنخدم غنديباني راسي ما كاينش كاين هذا النوع هذا. وصلوا في اخر المطاف وصل ايطاليا ولا وصل النمسا ولا وصل كذا هذا كتطبع له واحد الشهاده كتسمى الشهاده ديال التخرج من مدرسه الحياه كتصافودير انت تخرجتي من مدرسه الحياه دوزتي كاع التجارب اللي غتعيشهم دوزتيهم في الطراجي كاع المغامرات الرعب اللي ممكن تعيشو في حياتك عشتيه نسبة الادرينالين صافي طلعت لواحد النيفو حتى ما بقيتيش كتحس كاع من بعد ما بقيتيش كتحس كتكون كيكون عندك داك الخوف الرحله الاولى كذا هذا عا كدوز مخلوع البالين دزتي البالين قطعتي مخلوع باقي اليونان العسكر اول مره كتشوف داك العالم فهمتي كتيسر لك الامور واخا ما تشديتيش راه كتاخذ ليكسبيريونس غادي في الطريق وكتاخذ الثقه ما حد كتمشى في الطريق وانت كتثق في راسك شوي كتبقى تمنظر في الطريق كتجيك الرحله زوينه كتبقى غادي زعم 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 ضربتي اليونان كتبقى البانيا ما حد كيطابي طاب وانت كتشجع وانت غادي مزيان وغادي هو هذاك وكتدرس وكتقرا وكتشوف وكتتعرف على ثقافات سبعه ديال الدول عباد الله بالشعب ديالهم باللغات ديالهم بالصرف ديالهم الليفل البلغاريه الليره التركيه ما فهمتيني كاع جميع العملات شفتيهم انت وتعاملتي معاهم تعاملتي بهم ركبتي مع خطافه وتمشيتي على رجلك ودازت عليك الخلعه داز عليك كلشي سي تادير ان بون اكسبيرونس في الحياه تجربه اللي كيحسدك عليها اي واحد بما فيهم هذاك اللي كيبقى يفشلك وتيقول لك ما تمشيش وتيقول لك لا وتيقول لك راه مستحيل وهذوك كيعترف غير بالمستحيل ما عندوش هو الممكن كاع واحد نوع البشر كلشي قال لك قلتي له مستحيل راه غنمشي نضرب على الفلوكه راه حتى مستحيل توصل تقلب بيك الفلوكه غياكلك الروكه صافي سالات الحفله رجع لداركم شرب لك براد ديالها تيهم حراشه وسير تنعس كتقول لي واخا واش بالك نمشي نضرب على ليبيا اي يا صاحبي ما لقيتي عرق الدافي تمشي تضرب من عنده واش عرفتي البحر ديال ليبيا لطاليان شحال المسافه كاينه الشريف راه غادي تضرب واحد 25 يوم في البحر ترى ماشي هذاك وفلوكة كتكون فيها 700 واحد راه ترى بغيت انتحر واش بالك اخويا نمشي لبومرداس الجد واي لي تفروت زيريه هما راه كيجيو المغرب باش يطلعوا على اسبانيا سير صاحبي ترقد صاحبي الله يهديك ما خدامش داكشي وا اخويا وهي ندير شي فيزا هاي لا دير فيزا قال لك فيزا المفشلين يا ودي على غير يجي وعمر فيزا خاصك حساب بنكي وخاصك كونط واحد 30 مليون وشي ضمانه وخاصك تضمنه والعقار شتي داكشي انسى الفيزا وين نشري شي عقد عمل
هاي لا تشري شي عقد عمل، غيبيعوا لك عقد عمل ب7 ولا ب8 ديال المليون، غادي تمشي تدفع به القنصلية، غيقولوا لك العقد مزور، وغادي تمشي للحبسة مسخوط لوالديك، وتمشي لك 8 مليون، تريح فيه غتمشي. هاكاك. إوا صافي راه بقات لي عاطرق تركيا اليونان كذا يا ودي اليونان اعتذروا قبل منك وكلاو العصا وتحيد لهم التليفون طفرو سير راه في تركيا كيموتوا بالجوع كينعسوها في الزناقي انت سير صاحبي اش من طريق تركيا الله يهديك واش من اليونان هي واش بالك في الطريق بلغاري مشيتي للمقاوده فيهم كاع دوك راه كيحيدوا البلاد من اللق سنانو باللقاطه دوك كيسرحوك في واحد الحديده وكيبقوا عليك ترى تيقتلوك تما سير تكمش اصاحبي سير تكمش هي في غنمشي وحنا سير العكاشة في غتمشي في باغي تمشي سير العكاشة سير مولاي يعقوب كمد عظيماتك ولا سيدي حرازم ودوش ونعس فهاد النوع ديال المفشرين ما الا بقيتي تابعهم ما غدير حتى بروجي في الحياة كتبغي تفتح حانوت ديال اللبس ديال الحوايج واي يا صاحبي واش باقي شي عيالات كيشريو غتجي المرأة تبقى تشطر معاك 400 نقص 600 ولا تيمرضوك بالله والنص ديال المحل غيمشي كريدي وندير الحوايج ديال الرجال واه الا مشيتي للمكفسه فيهم صحابك قال لك يعرفوك ولا تضرب ولا الحومه ومع انت معروف اللي جات تقدا شي بياسه قيدها وديع وبقات قيدها وديع تضيع وندير الحانوت ويلي اكفس وحده فيهم قال الحانوت تعطي السكر وتايب الكريدي غدفع السيزي يدا محمد دا حانوت دا الموتور هاد النوع ما عمرك دير شي حاجه شتي انت كدير واحد البلان ديالك عندك قناعه مقتنع دير شي حاجه غادي ديرها غتوصل ليها غادي تجرب على الاقل حتى الا ما درتيهاش فكما كنقول لكم الناس اللي كيديروا هاد الطريق هذه سواء وصلوا او فشلوا فهو كياخد واحد التجربه منوعه واول مره كياخدها في حياته كيستافد منها بزاف فراسكم راه كانوا كيجيو شي دراري هنا كنعرفهم دي جون صغار زوين منين بيكسين ها زعر والسوالف والعينين الزغرق والزين كيقترب الزين تبارك الله الزين تما كي تما كي الزين تما فهمتوني والله العظيم الا جاو شي دراري ها والله جات حشم تقول ليه سير تقطع ولا تقول ليه لا جاي حتى لا جاي كاع ومشاو ضربوا الطريق وطاحوا وطاحوا وعاود رجعوا وطاحوا وطاحوا ضرب شي شهرين هو غادي جاي في الطريق ديال بلغاريا اليونان حفظها انت راه كتقارن كي كنتي ملي جا تركيا وكي وليتي من بعد شهرين والله حتى كيترجل بالله ابقى على سوالف كيحيد لك وفور كيولي بنادم كابار كيقول انا معاك وكي الحراش تا وصل طحنا لهيب بلغ كومونتيني في جدونا ولا تدخل هاد كومونتيني برا كيغلاط ليه الصوت كيتحول فجأة من المراهقة للرجولة كيتحمل المسؤولية كابابل علاش دازت عليه ما عمرو تكرفس الله يحسن العوان كاين اللي كان في واحد البيئة جالس كلشي موفر ليه بابجي تليفون كدا كان في واحد العالم كان كيسحابلو الحياة هي مزيكا وبابجي والديسك ديال الشاب رزقي وما يطير عصر على الدرية تحت الليسي كان كيسحابلو هادي هي الحياة واحد شويه فاش ضرب الفقد في راسو لقى الناس كل واحد واش دار قال يطلع مع هذا القلب الله تاق صوفي جره قطع البي يطلع لتركيا ما عندوش ديكسبيريونس ماشي مشكل هاد غادي طريق مدرسه سير تعلم كان زمان الواحد الا بغى ولدو يحراش ولا يتعلم ولا شي حاجه فيه كيدفعوا لي زابلي الجنيد الاجباري وانتم عارفين الجنيد الاجباري شنو كيدوز عليك راه بحال الجنيد الاجباري بحال هاد الغابه غادي تجند اجباريا باش توصل لاوروبا دوكا كنت عسكري وكان مطلوب منك تقطع هذا الباساج غتقطعو اكزيكيتي لوردر غتقطعو بز منك فدابا ملي عندك الاختيار انك اختياري قطعو ولا ما تقطعوش شغلك هذاك اختياري بحال جواز تلقيح اختياري مع خويا خياري ف كما قلت لكم فالطريق راه تيسير الله وصافي ولكن فيها بزاف ديال ليكسبيريونس بزاف ديال التجارب انا كنقول لكم حتى اللي رجعوا للمغرب حتى اللي ما توفقوش يدوزوا كنعرفهم كيقول لي كيتصلوا بيا لحد الساعه من المغرب كيقول لك الله خويا ميمون الى التجربه غيرت فينا بزاف ديال الحوايج رجع للمغرب والتزم وكي فهمتي قال لي دوز 12 ساعه ديال التمارين كيخدم في الورشات هنا وكيضرب في الغابات وكياكل العصا وكي دوز مغامرات بزاف وكذا وهذا وكيرجع للمغرب كيرجع حربي مشى هذاك الدلاع وداك الولاء وكيرجع حربي صافي تيقول تما كيعرف بان قطران بلادي ولا عسل بلادات الناس صافي غيمشي يغمس في القطران مزيان حيت دابا كاين شويه القطران فيه ما يتكل في المغرب ها هو ما فهمتي كنشوفوا العسل تما كنوصلوش للعسل كنرجعوا داك القطران كتقلب عليه يتغمس فيه اللهم القطران ديباني شركات من هكذا البني هذا الفلاحه كتلقى بنادم كيرجع كيديباني كيولي يخدم عمرو خدم في المغرب ولكن حربناتو هاد الطريق هادي ورجع باغي يخدم فوالا هادي من المكاسب ما تبقاش تشوف غير السلبيات
شحال من درس كتشريه بالفلوس؟ نصب عليك واحد سيتادير تعلمتي واحد الدرس بجوج المليون ولا مليون مشات ليك، تقام عليك الدرس غالي، ولكن مرة أخرى غترد البال حبيبي الغالي، باش مرة أخرى ما تقولبش، باش مرة أخرى ما تديرش أغيول أم الجغيول، ما يقولبوكش، ما يضحكوش عليك مرة أخرى، عادي جدا. ف قالت لا يولد أقول المسلمون من الجحر مرتين، يجوز تدوز عليك مرة واحدة في تركيا ولا في شي حاجة ولا ينصب عليك شي واحد، يجوز هذه حاجة عادية، ولكن باش تكرر كل مرة انت كيقول بوك سي تعذر، انت اللي فيك انت انورمال، فيك شي مشكل، انت ما بغيتيش تفهم بان هذه الحياة ما فيهاش الثقة، وما كتبغيش الضعفاء، وما كتبغيش الجبانة، ما بغيتيش تفهم هذا الدرس، ما بغيتيش تفهم بلي راه ما تثقتش لواحد، ثق في راسك وثق في الله سبحانه وتعالى وفي والديك والناس اللي مأزرينك، با دو بلوس، ما تزيد حتى حاجة من عندك، رد بالك مزيان على الطريقة هذه، كتبغي بنادم يكون مسمار راجل حربي، سينو ما عندكش هاد لي كونديسيون، كتشوف هادشي صعيب عليك وهاد العالم بزاف عليك، ما ديروش. راه قلت لكم الناس اللي وصلوا راه مختلفين على الناس اللي وصلوا بالرجل، مختلفين بزاف على الناس اللي وصلوا باللوطو بالطياره ولا بالكار، ما عرف باش وصلوا بالزودياك ولا كل واحد باش وصل. الناس اللي ضربوا الطريق هادي شافوا الويلات، شافوا العذاب، دوزوا واحد المدرسه ديال بصح، عاشوا مواقف وتعرفوا على ناس اخرين وتعرفوا على رجال في الطريق وتعرفوا على شمات في الطريق وشافوا كل شيء بعينهم، ودوزوا السنون ودوزوا التكرفيس ونعسوا في الكارطون ونعسوا حدا الخنز وصبروا صبروا وكافحوا وجاهدوا ودازوا عليهم امراض وتكربعوا وكذا، طاحوا هنا دونك ملي كيبقى هو كيوصل اوروبا وكيرتاح وكيبقى يرجع السيناريو شنو دوز، ترى كيقول غدا راه كيصبح الموقف كيقول كيبغي يعض الخدمه بسنانه، اللي كان اعطيني فلاحه اعطيني البني اعطيني اي حاجه اعطيني نهز ونحط اعطيني الثقل اعطيني اي حاجه بانت لك انا نخدمها، خوك المحزوق في الخدمه اعطيني غير الاورو ما كاينش مشكل، كتولي عنده هذه العقليه لانه تكرفص، ماشي جاي في الطياره ما ضاربش عليها تما، رباه شرا ليه فيزا ب 12 مليون ولا ما نعرف 14 مليون ولا كذا، شد الفيزا طاق تلقى راسو في برشلونه تحط فن، الناس مشات تخدم حقه هو ما لقى ما يدار، قال لك نمشي نتفرج في الكلاسيكو بين البارسا واسبانيول، هادي قال كاف الفلوغات وحديك فوالا الدراري هنا في اسبانيا وهنا في برشلونه كيضيع واحد 50 ولا 60 من عمره، عاد كيعاق كيسحب له صافي هو راه عنده الفيزا وكذا راه وصل، عاد كيعاق بالقارب جو حراقه غير من موراه وداروا لاباس وداروا الديور وداروا المستقبل، لان اوروبا راه بحال احترفتي في شي نادي، شتي اوروبا دابا الا مشيتي لها ما راكش خالد هنا فيها، راك بحالك احترفتي في شي نادي، فهمتيني، عندك واحد 6 سنين 7 سنين 10 سنين خاصك دير فيها لاباس، تدخل الفلوس للمغرب، دير الدويره، دير الطوموبيل في ديك العشر سنين، دير واحد الرصيد بنكي محترم وتجمع قلعك وغادي ترجع عقوبة البراني بلادو، حتى انت باغي تستمتع بالمغرب وبإفران وباغي تطلع لقشور وباغي تطلع السعيديه وباغي تحقق واحد الاحلام وسط المحيط ديالك وتعيش ديك الرفاهيه وسط الناس اللي كتعرفهم، ما فائدة انك كتبرع في فرنسا بوحدك ولا في الالمان تما مع الكور والعدس ديالهم، انت باغي تجي وسط المغرب ودير نعم سيدي شي عراسية وباغي تعرض بالجعد كاملة وباغي تجيب عبيدات الرما وباغي تجيب ستاتيك، فهمتيني، باغي دير فارم باغي تبيع هنا، باغي عندك احلام مشروعات تقدر توصلها تقدر ما توصلهاش، تقدر تحقق فيها النص تقدر ما تحقق تزفتها، انت والعزيمة ديالك. الى هنا ينتهي الفيديو عزيزي المحزوق، الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش بارطاجي لايك ابوني، الى اللقاء.